بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المحترم، حقا مجموعة الصعوبات التي تعتري الكهرباء القروية تتمثل في أولا عجز الجماعات القروية على أداء ما بذمتها وحصتها في إطار المشاركة مقاربة التشاركية، ولهذا نطالب المجالس الإقليمية والمديرية العامة للمجالس المحلية بتمويل هذه المساهمات ديال هذه الجماعات. ثانيا ارتفاع كلفة الإنجاز، لأنه انطلق ديال التكلفة ديال إدخال الكهرباء للمساكين من 27 ألف درهم ل 80 ألف درهم، وفي هذا الإطار كنعطي كاين مثال ديال الدوار التكلفة ديالو 46 ألف درهم ولكن مازال ما وصل ليش الكهرباء، كدوار دوار ماغاس بجماعة ناور بإقليم بني ملال. كانت الإكراه الثالث هو قلة الموارد المالية لدى الساكنة، لأن هذا كتأكد بأن نسبة سميتو النسبة ديال الكهرباء في حوالي 90% إلا خدنا الارتباط المنزلي للكل، وبالتالي فإن واحد المجموعة ديال الناس اللي هما فقراء فعلا، واخا كاين النسبة عند أغلبية الدوار كاينين عندهم الكهرباء ولكن هاد الناس ما عندهم. كاين الإكراه الرابع وهو شكرا سيد النائب.